بيقول الأهل السما ودي اسمه فوق الكل وعلي ودولاب بطولات عمال يتملي يتشرف اللي انتمى سلمة بعدها سلمة بيطول الأهل السما ودي اسمه فوق الكل وعلي ودولاب بطولات عمال يتملي يتشرف اللي انتمى الأهل القمة اسم على مسمى أهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى هتزيد وتعلي احسب لي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة ده محلي وقري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن اي مقارنة ومنتهية المسألة مرحلة القائد مستر أجوستي بوش يمسي على جماهير النادي الأهلي بلقب جديد ببطولة جديدة اللقب العاشر كأس مصر في تاريخ النادي الأهلي ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي شكرا مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب شكرا على ومجلس إدارته طبعا على بناء فريق قوي على مدار السنوات اللي فاتت الآن نحصد يعني مجهود سنوات ودعم من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب لبناء فريق قوي شكرا مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب على رأسهم الكابتن عمرو فاروق النهاردة كان موجود والأستاذ الضماطي والأستاذ الجرحي والدكتور محمد شوقي والدكتور سراج اللي كانوا موجودين النهاردة على رأس الداعمين للفريق في أرض الملعب ودي لحظات الفرحة ولحظات الانتصار النهاردة النادي الأهلي يحصد رابع بطولة له هذا الموسم بطولة القاهرة البطولة العربية بطولة المرتبط كأس مصر وإن شاء الله إن شاء الله البطولة القادمة وهي دوري السوبر إن شاء الله على الأبواب كلنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين